أرحب بالأستاذ ياسر الشمري المتحدث الرسمي باسم جامعة حائل. حياك الله أستاذ ياسر. أبقاك الله، يا هلا وسهلا فيك وفي مشاهدينك الكرام. يا هلا وسهلا أستاذ ياسر. طبعا احنا شفنا البيان التوضيحي اللي أصدرته الجامعة وقرأنا عدد معين منه وعدد من الكلمات وعدد من الجمل، من ضمنها أنه كثير مما ورد في التغريدات المتداولة غير دقيق، هناك شاشات عرض 4 مذكورة في البيان، الأجهزة الغير مزودة بالكاميرا مسموح فيها، السكن مزود بالإنترنت وبأكثر من 22 جهاز مكتبي، الجامعة لا تنفي إمكانية حدوث بعض الأخطاء الفردية ولا تثبت ذلك. هذا كان بيانكم ولا لا؟ أو أهم ما ذكر في البيان؟ صحيح. طيب، عندي هنا مجموعة من التغريدات قدامي الآن والكل شافها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صار في وسم أو هاشتاج سكن طالبات جامعة حائل. أنا أبغاك ترد لي على بعض منها مع كامل الاحترامات والتقدير طبعا لجامعة حائل، احنا لا نتهم ولكن نعرض المسألة بشفافية عشان ناخذ الرد منكم ونحاول نوصله سواء كان لطالبات جامعة حائل أو حتى للمجتمع ككل. من ضمن التغريدات أستاذ الكريم، واحدة من التغريدات تقول ممنوع دخول غرف زميلاتك في السكن حتى لو كانت مريضة، حتى لو احتجت لشيء منها ما تقدر تدخل، ممنوع الخلوة بين الطالبات، قوانين اللباس المحتشم، غير مصرح لنا أي شيء، ممنوع إقفال باب غرفتك، والهجمات الفجائية عليك موجودة وكأنهم سيقبضون عليك. هذا كله موجود وعدد كبير جدا من التغريدات، وش ردك؟ أولا مسيت بالخير أنتم مشاهدينا الكرام. أنا أحب أوضح نقطة مهمة في البداية، قد يلتبس الأمر على البعض بالنسبة لبيان الجامعة. البيان صدر في اليوم الأول من ظهور التغريدات والهاشتاج. جميل. طبعا إحنا في إدارة جامعة فوجئنا أمانة، يعني حتى لو كان هذا يعني خلل ما، فوجئنا بالتغريدات والهاشتاج. بالطبع انت ما تقدر تروح تكتشف الوضع بنفسك بنفس اللحظه. هي الاجراء اللي المفترض يصير، وجه مدير الجامعه مباشره بتشكيل لجنه عاجله برئاسه المشرفه العامه على كليات البنات لزياره سكن الطالبات والتاكد من الطالبات انفسهن، يعني ما اعتمد على التقارير اللي مرفوعه من مشرفه السكن ولا مرفوعه من المسؤولات هناك، أصر أنه يسمع كلام الطالبات وش الحكاية بالضبط. بعد تشكيل اللجنة ظهر لنا بعض الأخطاء اللي يعني هي اجتهادات، ما أقدر أقول أخطاء، هي اجتهادات قد يراها. مثل إيش؟ مثل إيش أستاذ ياسر؟ يعني مثل اجتهادات اللبس المخصص لهن، مثل اجتهادات القنوات التلفزيونية المحددة، مثل هذه أشياء ما نص عليها. طب هل من ضمن الاجتهادات أستاذ ياسر، معلش أنا عذرا على المقاطعة، هل من ضمن الاجتهادات هذه أستاذ ياسر اللي أنتم وجدتوها واكتشفتوها بأن الجوالات يقومون المفتشات بتفتيش الجوالات؟ طبعا خطأ. هو اكيد خطا، هو اكيد خطا، لانه مع كامل الاحترامات والتقدير المشرفات اللي موجودين في السكن هم ليسوا جهه قبض، ما هم جهه ضبط. حتى جهه القبض حسب نظام الاجراءات الجزائيه يمنع تفتيش الجوال الا بامر حرز شخصي الا بامر من هيئه الجزاء العام. جميل. لكن خليني اوضح لك نقطه. سم. التحقيق من اللجنه المشكله ما زال جاري. احنا طلب مدير الجامعه من المشرفه على كليات البنات انها يوميا تتواصل مع البنات واعطتها رقمها الشخصي علشان الاجراءات اللي عدلتها الجامعه، ويعني ما ادري شلون اوصفها الكلمه، الاجتهادات الشخصيه اللي كانت خاطئه سابقا تم تعديلها مباشره، بس ما انتهت اجراءات التحقيق. وانت عارف زميلي العزيز، يعني صعبه انك انت تعتمد على تحقيق سريع وتعلن نتائجه من غير دراسة مكثفة لها النتائج والتأكد من صحتها. لا شك أنه اللي حاصل خطأ ولا نقبله جميعا. سكن الطالبات موجود في مجمع كليات الطالبات. هذا يحوي 15 كلية زائد 9 عمادات زائد الإدارات الرئيسية. البنات يوميا يتواصلون مع كلياتهم ويروحون، ابواب الوكالات المفروض مفتوحه،
أبواب المشرفات مفتوحة، لم تصل أي شكوى من الطالبات سابقا، وهذا اللي يعني هذا اللي فاجأنا. إيميل مدير الجامعة موجود، مراكز المعلومات والتواصل مع الطلاب والطالبات، الحساب الرسمي، يعني في أشياء كثيرة. المفترض إن, 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 إن كان عندنا خبر في هذه التجاوزات حتى يتم معالجتها بشكل سريع. طيب يمكن أستاذ ياسر، وأنا أقول يمكن مجرد فرضية، يمكن أن الطالبات ما شافوا الأبواب هذه مفتوحة فاضطروا أنهم يطرقون باب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. والله هذا الكلام قيل سابقا، لكن أنا أكد لك يعني إذا كان فيه مسؤول واحد في الجامعة مسكر بابه ففيه 100 مسؤول مفتوح بابه. أنا شخصيا أتكلم معك وأنا شايف الوضع وأعمل في الجامعة. طيب. مكتب مدير الجامعة مفتوح يوميا للمراجعين. طيب. والإيميل الخاص فيه في الموقع الرسمي، حسابات يعني خلنا من القنوات التواصل الرسمية، القنوات التواصل العادية. ما ظهر الموضوع إلا قبل يومين يعني. طيب أستاذ ياسر، أنا أعتذر منك، الوقت الآن داهمنا، أنا أعتذر منك وأشكرك بنفس الوقت على صراحتكم وعلى شفافيتكم اللي موجودة الآن. أتمنى يعني أنه فعلا الشهادات الفردية هذه ما تكون موجودة، كلنا نتمنى ذلك كمجتمع. لا هذا خطأ، وأوعدك وأوعد الجميع أنه هذا توجه مدير الجامعة شخصيا. الخطأ قد يحصل لكن تكراره هذا الذي يجب أن لا يحدث يعني. يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك. شكرا.